انضم إلى موجز أخبار الآن. كثفت قوات النظام السوري بدعم من طائرات روسية هجمتها على مناطق لا يزال يحتلها تنظيم داعش في مدينة دير الزور السورية. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وسكان، شنت طائرات روسية غارات مكثفة مع تقدم قوات النظام السوري صوب منطقة حي العمال القريبة من بعض الأحياء التي لا يزال يحتلها داعش وتضم نحو 15,000 من المدنيين المحاصرين. سيطرت قوات النخبة اليمنية على مديرية محفد، أحد أبرز معاقل تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، بحسب ما أفاد مسؤول في هذه القوات. وأضاف المسؤول أن القوات سيطرت على الخط العام واستحدثت نقاط تفتيش وستبدأ بتمشيط وديان وجبال المحفد قريبا. قال وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير إن ميليشيات الحوثي وصالح ارتكبت كثيرا من الانتهاكات ووصلت تجاوزاتها إلى حد استهداف المسجد الحرام في مكة المكرمة بالصواريخ باستفزاز لمشاعر المسلمين في كل مكان. قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد الخليفة إن الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس حتى تتجاوب مع مطالب الدول المقاطعة. وأكد وزير الخارجية البحريني أن سياسة قطر هي التي أدت إلى مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر داعيا لتغيير سياساتها. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون عندما اقتلعت رياح عاتية أشجاراً وتسببت في قطع الكهرباء عن منازل وانتشار فوضى واسعة النطاق في رحلات سفر بمعظم أنحاء دول وسط أوروبا. بيّنت دراسة طبية حديثة نشرت مؤخراً أن 3/4 عربات التسوق تحتوي على عدد من البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي. وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الجراثيم على العربات تبقى أكثر من 300 مرة من الجراثيم المتراكمة على مقابض أبواب دورات المياه. بات لويس هاملتون أول بريطاني يتوج بلقب بطولة العالم سباقات الفورمولا 1 للسيارات للمرة الرابعة عقب نهاية سباق جائزة المكسيك الكبرى. وسبق لهاملتون الفوز باللقب أعوام 2008 و2014 و2015 قبل أن يتوج به للمرة الرابعة. إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب، وليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، وإن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.